في العربية اللي متهربين بيها. تابع كاشي دو سورتي دو كوت ديفوار ici. كنا محتاجينها. أغرب طريق سفر في العالم. طريق تهريب لغانا. ماشي جايين من غانا، من غانا تهريب اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فوجيتي زي السوبر. دونت دراي. سوب. بسم الله نبدأ طريقنا لغانا. آخر يومين لينا في كوت ديفوار بعد ما قضينا هنا فيهم أسبوعين، واحدة من أحلى الدول الأفريقية اللي زرتها بلا منازع ومن التوب توب توب الدول اللي سافرت لها. الحمد لله كانت رحلة موفقة، المنتخب ما نجحش ولكن الحمد لله أنا بالنسبة لي كنت مبسوط. حاليا إحنا في الطريق لغانا بعد ما قعدنا آخر يومين لينا في كوت ديفوار في منتجع سياحي. نروق شوية قبل ما نتحرك. بصوا عاملين إزاي. الطريق لغانا يبدا من هنا، يبدا من مدينه قريبه على الحدود، ولكن مش عارفين هنروح ازاي. في ناس بيقولوا لنا ممكن تروح بالمركب، في ناس بيقولوا لك ممكن تروح تهريب، الحدود مش ما بتشتغلش، في ناس بيقولوا لنا ممكن تروح بالباص عادي، فاحنا مش عارفين اي حاجه. واخدت شنطتي انا وصديقي ميتشو التونسي ونطلع نشوف نمشي ازاي لغانا. اول حاجه عندنا عقبه ان احنا لازم نعدي النهر، النهر لازم مركب ومش لاقيين المركب، فالعقبات كتير والرحله طويله. لايك وكومنت بسرعه، سبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب عشان انت على صدد انك تحضر واحده من احلى الحلقات اللي جايه. طريق البري من كوت ديفوار لحد نيجيريا. مش لاقيين اي حد غير البنتين دول. بونجور. المفروض ان هم من غانا ولكن مش عارفين اي حاجه. سالوا نروح ازاي نعمل ايه، هم قاعدين زيهم زينا مستنيين مركب نروح عشان نعدي للبر لان احنا في جزيرة. بعد اول نص ساعة ضاعت في الطريق واحنا واقفين لسه مع البنت دي، جات لنا مركب ومركب تاني. لما نبقى عايزين المركب ما لقيش مراكب، وفجأة نلاقي مركبين. كم ساعة؟ غانا كم ساعة؟ دي المركب، المركب اللي غالبا هنروح بيها تهريب لغانا. رايحين تهريب اهو. مركب خشب هنمشي بيها في النهر لحد الحدود الغانية، او ما اعرفش يعني احنا مش فاهمين اي حاجه، احنا ماشيين وخلاص. اسمعني هو عارف تهريب. قلت له انت مش نتفزنا خلي كاب كوس. جو كوني كاب كوس. فوزاني كاب كوس. شاك بيرسون سي كومبيان؟ بون سي 6000 بار بيرسون. 7000 مي انا لو باسبور و لو فيزا. On a le visa بيزا. وي المراكب اللي معديه ورانا دي المراكب اللي بتهرب، اللي بتهرب الناس من غانا على كوت ديفوار او العكس. احنا دلوقتي واخدين مركب عشان نتخطى كل الطرق بدل ما نرجع لحد العاصمه. تقريبا المركب دي هتوصلنا لحته على البر قريبه من الحدود جدا، هوب نعدي على الحدود. في ناس بتقول ان ده طريق ما يعتبرش رسمي وطريق تهريب، عشان كده اول ما قابلنا صديقنا ده وقعدنا لما اخذنا المركب قال لي معاكم باسبوراتكم ومعاكم فيزاكم، فكنا عايزين نروح تهريب. قلنا له اه احنا تمام. فاستغرب طب ليه جايين معايا، ولكن احنا ما بيهمناش، اهم حاجه نوصل البلد. والوقت يفرق معنا كتير لان الرحله طويله وسريعه، وده بالنسبه لي ممكن يكون احلى طريق تهريب شفته في حياتي. شوف الطريق عامل ازاي، جزر وفيلا تهرب كده على غانا. فرونتير سي بوسيبل با افيك لو باتو كون بوان موين دو ترانسبور. اه اوكي اوكي لا يو دان فوير سون باسبور سون باسبور افيك فواتور لا اريفي لابا. Je vous montre où on met le passeport sur votre truc et puis moi je vais. Parce qu'on a besoin du tampon, mon ami. Dès qu'on met le tampon. Sortie et entrée. Oui. Voilà. Moi je vais. Dès qu'il est fini, on met le tampon. Moi je viens. Ok. On est à la قرية اللي بيهربوا الناس منها على غانا. هي دي قرية. شوفوا العربيات واقفة هنا ازاي. وبما انها جزيرة فبيجيبوا العربيات بالمراكب. والراجل ده جبنا رقمه ولكن هو دلوقتي بيحاول يعمل علينا مصلحه كبيره قوي، بيحاول يوصلنا هناك، بيحاول يجيب لنا حاجات، بيحاول يحاسبنا على المركب ب 10 اضعاف سعرها تقريبا. هو الراجل ده وصلنا القريه او الجزيره، هي مكان يعني البحر لو طلع ممكن يغطيه. في عربيات واقفه نص نقل غريبه كده تنقل بضاعه وحاجات لغانا، لانه لو اخذنا الطريق الثاني نمشي بالعربيه يمكن 3 ساعات. احنا دلوقتي ما بيننا وما بين الحدود بالظبط 18 كيلو، 18 كيلو على الحدود تقريبا. ها جام ماي ترانسبور جوسكا كاب كوست. On trouve à Cap Coste. Une autre ville à Ghana. C'est possible de trouver un moyen de transport là-bas? You. You speak English? Small, where are you from? Ghana. Ghana? Well, in Ghana you speak English. First language, right? You understand? Where in Ghana?
I'm not Kenyan. Huh? I'm not Kenyan. Okay, but you speak French. Tu parles français? Non. English. Et c'est quelle langue tu parles bon? What is the language you speak? You. Enzama. Enzama. C'est local. 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 Enzama. عندهم لغة تانية في غانا غير الإنجليش. الإنجليش لغة رسمية ولكن عندهم لغة تانية. إنزما. إنزما. How do you say how are you in إنزما؟ كابا فروي. كابا فروي. كابا فروي. Nice to meet you. What's your name? Daniel. I'm Ahmed. From Egypt. You know Egypt. You are Black Stars. We are Pharaohs. فرعون. اوكي دراجة اشترينا منه تيكت للعربية. العربية بص هتمشي كلها الطريق في العفرة الرملة دي. حرفيا هنعدي الحدود على جزيرة. جزيرة ما بين البلدين. ولكن عندنا مشكلة. الحدود دي مش اي حد بياخدها. والعربيات كتير. وانتظار الى ما لا نهاية لحد ما الدنيا تتملي. العربية تتملي. العربيات فاضية. 5000 يعني تقريبا 10 دولار عشان نركب عربية زي دي لمدة 20 كيلو بس. 10 دولار 500 جنيه عشان تقريبا يعتبر تهريب. الناس اللي بتركب ده هيعملونا زي اللي بيدفعوا اللي بيعدوا تهريب. احنا معانا ورق ولكن هي العربيات دي غالية عشان كده. فبصوا العربية عاملة ازاي. هنركب على الخشب ده. جاهز. حاضر. مستنيه 7 اشخاص اللي مازالوا نخزو على ربي في العربية الخضراء هذية على الحدود الغانية الإفورية. أو مش حدود. شبه حدود. تهريب. اسمع غالية غالبا عشان اللي بياخد الحدود دي ما بيكونش معاه ورق. أتوقع يعني الطريق قريب. هم يهربوا كل حاجة. يهربوا عربيات. يهربوا مواشي. مواد غذائية. وعبيد. كل شيء. بحاول اجيب ميه لان درجه الحراره 32 ومع الرطوبه تقريبا درجه الحراره 40. الميه في التانك ده بكيس. ها دو فيكم بيان كان كانز سان كونت شونج اسكي سايا مون بعد انا ابري. ها اوكي سابو امسي تشيس. اوكي الميه الرسميه في افريقيا في الاكياس. محمد مية. المية الافريقية. المية. 100 فرون هذيا. 150. 50 ارخص هاي باردة. طيب ما غريب ولكن ساعة. بترطب جسم الواحد. سعرها رخيص. كنا محتاجينها. بسبب الحر والقعدة كتير قررت اجي. لا وحتى هلبس شبشب الحمام لو مضطر لان بقالنا ساعة ونص ما جاش ولا شخص لحد دلوقتي. احنا لحد دلوقتي 3 اللي دافعين مفيش اي حد عايز يجي معانا لان في الاغلب التهريب بيبقى في الصبح ياما اخر النهار. فغالبا احنا كده نص اليوم هنستنى لاخر اليوم. بقالنا ساعتين تقريبا ودلوقتي ما جاش ولا شخص. 3 لسه 3 زي ما احنا ولكن بضاعة. نيا با دي بيرسون يا زيد دي ان ان بلس ان بلس ان بلس 4 نصوم 4 دونا لاجان هي كومبليتي اونتور 6 دلوقتي عايزين نحط كل البضاعه دي. ها قولي فرنسي انجلش يو هاف انجلش انجلش يس اي ساي هاف ا لود ذا برايس اوف ذيس لود از ا سمول ماني تو باي ذا درايفر تو دو وات To pay, to pay. We paid the ticket already. Yeah, no, you have paid ticket, man. This one's a load. It gives small money. Oh, ticket includes bag. No, no bag. عايزين يدفعونا كمان على الشنطة. عربي. أتكلم عربي. ما يكمبران. تكمبران عربي. بعد ساعتين ونص انتظار العربية كاملة. ولكن في ناس هتركب فوق. شايفين اللي هيركبوا فوق دول. من كتر ما فيش مكان فجأة بقت فول كومبليت. ويلا بسم الله نتحرك غانا. قاعدين فوق اهو. ما فيش give me yes put it here. How many people all inside. زابجي اقول لك يا اقول لك يا حركنا والعربيه مش راضيه تمشي. هتدور مش هتدور دارت اهي.
موتو. كملناش 10 دقايق والعربية غرزت مننا بسبب الحمولة ازاي ده؟ احنا 10 اشخاص، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في 2 فوق و 2 قدام عند السواق، يعني 14 واحد وشنط وبضاعة كتير راحت اهي. بصوا الطريق رملة غرز. وسط الغابات والبحر والشجر والمجهول، مفيش اي حد. بص الطريق رملي صحري. واو تخبل. الطريق والمكان ده ماشي على المحيط، فأراضي وأماكن لو استغلت ممكن يطلع فيها أحلى ريزورتات في العالم، يعني أماكن خيالية. شجر نخل، كوكونات كتير، بحر، شواطئ، موج، يتعمل هنا سيرف، يتعمل كل حاجة، ولكن مسابة للطبيعة زي ما هي. ده الطريق. شوفوا احنا كنا على اول الجزيرة هنا، مشينا شوية والحدود اهي، الحدود اهي، جزيرة حرفيا في نص البحر، نصها في غانا ونصها في كوت ديفوار. كل شوية على الطريق نلاقي قرية صغيرة، بيوت معمولة من الخشب وحواليها ملايين من الكوكونات من جوز الهند، فغالبا المنطقة دي من سبع في خناقة في العربية اللي متهربين بيها. ممكن بقول لكم غالبا عايشين حياتهم كلها على تجارة جوز الهند، بياكلوا منه وبيشربوا منه، يعيشوا عليه كل حاجة من جوز الهند. في واحد من هنا نازل قرية من القرى اللي هنا دي عايش فيها في لا شيء، يعني غريب سبحان الله حياة الناس. كلنا على كوكب واحد، كلنا بشر وكل واحد حياته تختلف عن الثاني سبحان الله. دي حياته اليومية. جود لك جود لك. على ما ينزلوا الناس عايز اوريكم بره المنظر. اول حاجه العربيه كده والطريق على البحر حرفيا، ودي قريه عندهم هنا ناس وحياه. العربيه عطلت كل مجموعه في ثانيه، العربيه بتطلع تعطل بسبب الحموله، وعربيه قديمه جدا. You are going to Ghana. You are from Ghana or Cote d'Ivoire? Ghana. Where in Ghana? Which city? Are you speak English in Ghana? That's good. Ghana is beautiful. Yes. No, سكران هو. سكران. كان عايزين من هنا فلوس. لا في فلوس لا. لا. خلص ما في ديسكشن. مامي. ما جاب لنا. لسه عندي شوك ومش قادر اصدق ان ده طريق السفر اللي الناس مش بتحبه، واللي هو يعتبر تهريب على البحر كده، بتعيش في قريه هنا كده. يوم يجي غريبه الحياه، غريبه الحياه، في حاجات كتير حلوه مش ما نعرفش عنها اي حاجه. الست دي مثلا عايشه هنا وهتنزل بيتها. دي الوقفه الثانيه في طريقنا ال 20 كيلو حرفيا ما كملناش، واتوقع فيه زي بتوع حدود هنا. الست وراجل لابسين جيش بس مش عارف هما بتوع ايه، لان هما ما سالوناش على حاجه، ولكن الستات اللي معانا نزلوا اتكلموا معاهم في حاجه وركبنا تاني زي ما احنا. والراجل ما كانش عايزنا ننزل، يمكن كان خايف يشوف ان معاه اجانب او حاجه فيعطلنا اكتر. هما هناك اهو. عطلت العربيه ودورنا. برافو. عربيه ثانيه اهي. وهنا ولا بيتكلموا فرنش ولا انجلش، لغه مختلفه، لغه بتاعت القريه. وتستمر الرحلة، رحلة العشرين كيلو في ساعتين تقريبا.
1000 francs cachés là. Caché de sortie de Côte d'Ivoire, ici. Oui, oui. Ok, 1000 francs, ok. 1000 francs. خلصنا حدود كوت ديفوار وحرفيا دلوقتي احنا في نو مان لاند زون. نو مان لاند زون يعني دي لا تملك لاحد ما بين الحدود الايفوريه والغانيه. اسرع حدود رغم انها حدود غريبه نخدم فيها ونعدي فيها الحمد لله عقبال الحدود الغانيه. خرجنا من كوت ديفوار ختم لي ختم اخذ مني 1000 فرنك رسوم خروج. الناس كانت محترمه. اسمع بقول له شكرا تعال احنا اخوات من غير ما يطلب رشوه ولا اي حاجه. على الرغم الناس اللي معانا دول معهمش ورق دفعوا على كل شخص يمكن 10,000 عشان يتعدوا تهريب. بس احنا فوتنا تمام. احنا احسن حاجه عملناها اللي اخذنا الفيز من سفاره ابيجان. لو ما كناش اخذنا فيزا واخذنا فيزا عند الوصول لان احنا ممكن ناخد فيزا عند الوصول كانش هينفع نيجي من الحدود دي كان هيرجعنا لانه ما عندوش الفيزا. بس وده الطريق الى غانا. You know, I cannot cheat you. I can't cheat you. 380 غيرنا فلوس خلاص على الحدود اهي. ما بيقبلوش غير فلوس ايفوريه اللي هو الفرنك الافريقي يعني ما رضيش ياخد منها دولار ولا يورو. حظي ان كان فاضل معايا 20,000. 20,000 طلعوا 370 كديس غاني. كديس الغاني الواحد منه الدولار ب 15 كديس يعني احسن من العمله المصريه بكتير. ودي العمله بتاعتهم ال 50 وادي 5 و10 و20. جايين من غانا من غانا تهريبا اهو. كاملة قدامهم. كده رسميا داخل فين؟ غانا. دخلنا غانا. طلعنا من البيت الساعة 12 دلوقتي الساعة 5 كل ده في 25 كيلو 5 ساعات. ده السفر في افريقيا. وصلنا الحدود الغنية خلاص. خلصنا كل حاجة الحمد لله على الرغم ان الحدود كانت صعبة ولكن اقدر اقول لكم الحمد لله اهلا بكم في الدولة رقم 71 غانا. نشوف دلوقتي هنقدر ناخد عربية ولا هنعمل ايه. الوقت بقى متأخر الساعة 6 لأقرب مدينة نقدر نبات فيها ونقعد فيها. دخلنا الحدود واول ما دخلنا الحدود معظم الناس اللي على الحدود عرب. السلام عليكم. وآية الكرسي محطوطة على العربيات عربيات الغنية اهي. بس مش عارفين رايحين لفين. طريق عفرة بندور على محطة الباص. المفروض انها اخر القرية اللي على الحدود. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. شكرا. كار وير از ذا كار ستيشن؟ ستيشن ستيشن لهيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سلام سلام. بون اريفي. Merci. Comment allez-vous? Merci. Très bien. Ça merci. Va bien. Très bien. Alhamdulillah. On va aller à Cap Coast. Vous voulez aller à Cap Coast? Oui. Oui. On peut trouver une voiture ici. Voiture. Oui. Il faut que vous ayez descend. وصلنا المحطة الأوتوبيس أو العربيات. قرية غريبة عجيبة. الناس مسلمة. الإسلام واصل. كان في طفل قاعد بيذاكر بيكتب ويقرأ. ودي العربية. four half hour. Because the road is not good at all. And then to Cape Coast. To Cape Coast.
Is it possible today, Cape Coast? Yes. Yeah, you go to that's possible because. But we go to Takradi and take another car, huh? Yeah. Okay. Thank you. أربع سوايع على تكرادي. شوفوا عندنا 150 كيلو في أربع ساعات عشان الطريق كله كده. صعب صعب الرحلة. رحلة الأفريقية مغامرة ولكن حياة تكتشف حياة عمرك ما تسمع عنها ولا في تلفزيون ولا في أخبار ولا في قنوات يوتيوب إلا عند أحمد البدوي العبد لله اللي بيتعب. فادونا لايك وكومنت. رحلة متعبة مثيرة غريبة بس في المجهول. تكرادي. ميرسي ثانك يو. عجبني قوي حتى ان احنا موجودين في مكان لا شيء حرفيا. في تنظيم وفي تذاكر وفي محل تذاكر السعر موحد لحد دلوقتي ما فيش ولا حدود ولا واحنا خارجين ولا واحنا داخلين طلب مننا رشوه على عكس معظم الحدود الافريقيه. فده مؤشر حلو الدنيا منظمه حتى بتوع التكاسي ما نصبوش علينا 65 دفعنا وهنوصل. بما ان الرحله طويله فنجيب اي حاجه نشربها ناكلها ما اكلناش من الساعه 10 تقريبا. Water, you have cold, yes. Cold water. Water. Cold, huh? Which one? Tapioca one, the small one. You have cold. I have. Hey. وتسالوني ليه بحب اسافر في افريقيا. انا لسه على الحدود داخل دوله جديده غانا الدوله رقم 71 حدود هناك ودي قريه على الحدود. شوفوا شوفوا الناس حلاوتها وجمالها وطيبتها وبساطتها. وي بصوا العربيه هنمشي بيها ازاي. دي العربيه رقم 2 النهارده. حاجات فوق الشنطه ما تقفلش. احنا هنركب في النص. اتس فينيش. ستينكينج فيش. ستينكينج ستينكي. يا ستينكينج فيش. اي سمال ات باد. يا سمال. عندهم فسيخ. يا ستينكينج فيش. سمال جود. فسيخ فسيخ. حاطين لنا فسيخ في العربية. يا يا يا. فسيخ ورنجة. ستينكي غانا فيش. ستينكي وان. ستينكي غانا فيش. ستينكي وان. سمال وان. ذيس وان. يسيت يسيت اكاسا 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 اكاسا. وانا بوت ات ان وير. وي بوت ات ان ذا سوبا. دونت تراي. سوب. دوكا 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 دوكا. We don't try. Don't try. Give me one now. I eat. Ah, if you reach there, I'll give it to you. Huh? If you reach there, I'll give it to you. Okay. Don't worry yourself, all right? Okay. Alrighty. Thank you. Thank you also. And how is it? ستة. أنا ومتشو الحمد لله مش زي غامبيا جامبيا. كبنا ثلاثة ورا. ولكن ورا في ست ومعاها طفلين بتوعها. في نص كرسي لأن معاها البضاعة بتاعتها. Thank you, my friend. Thank you. ناس كانت محترمه ما نصبوش علينا ظبطونا يعني بجد قمه في الاحترام والجمال والطاقه الايجابيه. $4 زياده الشخص الثالث معنا في الكنبه هي ست. اوكي. في معظم دول افريقيا في العادي لما الدنيا تبدا تظلم الطرق تقف وبالذات لو طريق بري زي ده. وانا كشخص عامه بخاف ولكن لحد دلوقتي في الدول غرب افريقيا كلها امن من بعض الحمد لله. كوت ديفوار كانت امان جدا. غانا ما عنديش اي معلومه ولكن احساسي من البشر والناس اللي اتعاملت معاهم من اول ما دخلنا ناس طيبين جدا وبس. فاحنا بدات الدنيا تظلم اتحركنا ناحيه اول مدينه اللي ما نعرفش فيها اي حاجه. ما عندناش اي خطه ما كناش عاملين حسابنا هنبات فيها. بس الطريق كده. الساعة 10 اتحركنا الساعة تقريبا 6 4 ساعات ولسه ما وصلناش. وصلنا تقريبا حاجة قريبة قوي من المدينة اللي هننزل فيها واللي ما كناش عايزين نبات فيها أصلا النهاردة. كنا عايزين نوصل المدينة اللي بعديها ولكن خلاص الوقت والوقت في أفريقيا زي ما قلت لكم يعني مش فاكتور. أنت ورزقك وحظك. الطريق كان طويل كان صعب كان ضلمة كان يعني ولكن مشي حاله. في الأول كان عفرة وبعد كده بقى أسفلت. عدينا على أكتر من تشيك بوينت فالطريق كان عبارة عن مزارع بيوت وتشيك بوينتس وشرطه وتفتيش بس كده. اربع ساعات عدوا فاضل لنا نص ساعه تقريبا ونوصل ونكون وصلنا مدينه تاكورادي المدينه اللي غالبا هنبات فيها النهارده لو ربنا كتب لنا ان شاء الله.
دلوقتي احنا في مدينة تانية بننزل حد اللي كان معاه البضاعة دي كلها في مخزن على الطريق. Go to Cape Coast. Yes. Well, now you not get kidnapped. Listen, calm down. Okay. Well, now you not get kidnapped this car. Okay. So unless you take a car and drop by the way. I hope you get me. Yeah, I understand. Yes. But why do we pay full amount? In Cape Coast you can because get... Because the car is going to Accra. Yeah. It's not going to Cape Coast. Ah, okay. الرحلة لا تنتهي، وصلنا وقررنا نكمل الرحلة لحد المدينة اللي عايزين ننزل فيها. مش هنقف في مدينة تاكرودي ولا تاركودي ولا مش عارف ايه. الساعة 12 خدنا باص من الباصات اللي بتروح لأكرا العاصمة عشان هننزلون على الطريق. الطريق من هنا تقريبا ساعة ونص، ودي المحطة اهي. يوم ما بيخلص الساعة 12 ولسه مكملين رحلة لبرنامج الساعة 12 الدور الساعة 2 بالليل. راكبين مع زواتك ولا رفوش؟ هاو ار يو؟ يا ما عندناش هوتيل، ما نعرفش رايحين فين، هيخطفنا دلوقتي اهو. وبعد رحلة تاريخية الحمد لله وصلنا اوتيل. ما نعرفش الاوتيل ده عامل ازاي ولا اي حاجة. اول اوتيل لقينا خشنا دخلنا تقريبا ب 35 40 دولار في الليلة. قلت لنا نشوف الاوضة. يوم تاريخي، يوم طويل، تعبنا جامد، رحلة صعبة. نختم رحلة من المكان ده. شوفوا الاوضة، كل حاجة قديمة، مراوز قديمة، سراير قديمة، الحيطان ولكن طلع فيه بسين. بص على البسين. مش هطول عليكم كتير، الرحلة كانت صعبة علينا. ادونا لايك وكومنت، سبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب لسه. اشوفكم في تكملة الرحلة ان شاء الله من عاصمة من عاصمة غانا أكرا. عندنا فلوجات هناك رهيبة جاية، استنوها. عندها فلوجات قوية قوي جاية، استنوها. لايك وكومنت، اشوفكم فيديو جاي. سلام.